أهلا بكم مشاهدينا إلى الحصاد الإخباري الأخير من قناة البلد، نستهل بالعناوين. حميتي يصل إلى الجنينة عائدا إلى تشاد. فولكر يلتقي برئيس حزب الأمة القومية. برشلونة يتخذ إجراءات صارمة في حق الثنائي صامويل مبتيتي ومارتن برايثوايت. تفاصيل عقب هذا الفاصل. أهلا بكم، عاد إلى البلاد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو والوفد المرافق له، والذي يسجل زيارة خاطفة إلى إنجمينة استقبله فيها رئيس المجلس العسكري الانتقالي لجمهورية تشاد الجنرال محمد إدريس دبي بالقصر الرئاسي بإنجمينة اليوم. ورافقه وفد يضم مدير جهاز المخابرات العامة الفريق إبراهيم مفضل ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء الركن أحمد محمد علي. وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصلحة المشتركة. وناقش الجانبان الملفات المشتركة بين الخرطوم وإنجمينة وكيفية التنسيق والتعاون بشأنها. وأكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو في تصريحات صحفية عقب المباحثات أزلية العلاقات بين السودان وتشاد، مشيرا إلى أن المباحثات تناولت الملفات الأمنية وقضايا الحدود إلى جانب التعاون العسكري الاقتصادي، مبينا أن الرئيس التشادي أمن على مجمل القضايا المطروحة. وأوضح الفريق أول دقلو أن المباحثات ناقشت بعض المشاكل الحدودية ووضعت حلولا عملية لها تعزز علاقة شعبي البلدين، مشيرا إلى استضافة السودان لاجتماعات القوات المشتركة السودانية التشادية التي استمرت لأربعة أيام بالخرطوم. ولفت إلى مناقشة كيفية استفادة تشاد من ميناء بور السودان والإمكانيات الاقتصادية والتجارية كافة، داعيا إلى أهمية تسهيل حركة المواطنين والتجارة بين البلدين الشقيقين. قال الأستاذ هاشم محمد الشيخ قريب الله المدير التنفيذي لمبادرة أهل السودان أن الاتحاد الإفريقي سيكون حاضرا في مؤتمر المائدة المستديرة الذي من المتوقع أن يعقد بالخرطوم، وستتم دعوة كل المكونات السياسية والفاعلين في المشهد السوداني، وذلك من أجل توحيد الرؤى وصولا إلى حكومة انتقالية تقود البلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة. وقال هاشم في تصريحات صحفية عقب لقاه اليوم رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي بالسودان السفير سعيد بلعيش بقاعة الصداقة، قال إنه أطلعه على مبادرة أهل السودان، مشيرا إلى أن المبادرة ستكون لديها لقاءات مع بعثة يونيتامس والاتحاد الأوروبي وبعض الدول مثل مصر والسعودية والإمارات، وذلك من أجل تحقيق الاستقرار بالإضافة إلى لقاءات أخرى مع كل الجهات الفاعلة والمعنية بالشأن السوداني، مؤكدا أن المبادرة تسعى إلى جمع وحدة الصف، قائلا إننا سنكون على تواصل مستمر مع الاتحاد الإفريقي وتمليكه كل ما يتم من أجل سودان واحد موحد. وأعرب عن أمله أن يتم التواصل مع كل المكونات وصولا إلى انعقاد المؤتمر المائدة المستديرة في أقرب فرصة ممكنة. وقال دكتور إبراهيم البحاري عضو لجنة التواصل الخارجي إن المبادرة رغم أنها تأخرت إلى أنها أفضل مبادرة في الساحة السياسية، مشيرا إلى أن الوضع الحالي بالسودان يحتاج إلى معالجة سريعة تحفظ وحدة أراضيه، وذلك بتفاعل الجميع اليوم قبل الغد. وأشار إلى أن اجتماع اليوم مع الاتحاد الإفريقي أمن على أن يعالج السودانيين قضاياهم بأنفسهم. اللقاء التي تعقدها مبادرة نداء أهل السودان مع الفاعلين الدوليين كان اليوم اللقاء مع سفير الاتحاد الأفريقي السفير بلعيش، وضم اللقاء عدد من يعني أعضاء المبادرة على رأسهم فضيلة الخليفة الشيخ الطيب الشيخ الجد العباس بن بدر. وتناول اللقاء يعني مبادرة أهل السودان بالتفصيل، و يعني شرحنا للسيد سفير بلعيش تفاصيل هذه المبادرة والموقف الآن الذي يعني وصلنا إليه
في الاتصال والتهيئة للحوار، حوار المائدة المستديرة الذي سيعقد في غضون الأيام القليلة القادمة. وبحمد الله سبحانه وتعالى بشرنا السفير بلعيش بأن الاتحاد الأفريقي يبارك هذه المبادرة، وأن الاتحاد الأفريقي يدعم هذه المبادرة، وهو يدعم الحل السوداني والحوار السوداني السوداني. وأيضا بشرنا بأن الاتحاد الأفريقي سيعمل معنا جنبا إلى جنب حتى تصل البلاد إلى الوفاق بين المكونات السياسية المختلفة. واصل رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية فولكر بيرث لقاءاته مع القوى السياسية. والتقى فولكر اليوم الخميس رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برم ناصر والأمين العام للحزب الواثق البرير. وكتب فولكر في تغريدة على تويتر: من المفيد دائما لقاء زعيم حزب الأمة القومي اللواء فضل الله ناصر، اجتمعنا معه ومع أمين العام للحزب اليوم وتبادلنا وجهات النظر حول آفاق التوصل إلى حل سياسي والعودة إلى انتقال بقيادة مدنية في السودان. أعادت السلطات السودانية وفد شرق السودان من داخل الأراضي الإريترية بعد عبورهم للحدود وتناولهم وجبة الغداء في البوابة 13 وفقا لمراسل موقع صحيفة السوداني. وكانت السلطات السودانية قد سمحت لوفد من قيادات الشرق المتجه إلى إريتريا بعبور الحدود بعد أن تم توقيفهم بعد ساعات قليلة، والحكومة الإريترية تستقبلهم بمأدبة غداء فور دخولهم للبلاد. وفي وقت سابق من اليوم السلطات أوقفت وفد قيادات شرق السودان المتجه إلى إريتريا من العبور عبر الحدود بحجة عدم تلقيها إخطارا من الحكومة، وباءت جهود السفير الإريتري بالفشل لأكثر من 3 ساعات. وقالت المصادر إن الوفد الذي تم حجزه في منطقة اللفة الحدودية كان في طريقه إلى إريتريا تلبية لدعوة الرئيس السياسي فورغي الذي أعلن نيته التوسط لحل المشكلات في شرق السودان. التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار بالقصر الجمهوري اليوم سفير مملكة النرويج لدى السودان السفيرة تريزا لونكون غازيل، واستعرض اللقاء العلاقات الثنائية بين الخرطوم وأوسلو وسبل تطويرها وترقيتها إلى جانب التطورات السياسية والاقتصادية والإنسانية التي تمر بها البلاد ودور مملكة النرويج في دعم عملية الانتقال الديمقراطي. وأكدت السفيرة في تصريح صحفي عقب اللقاء استمرار دعم بلادها للشعب السوداني لتحقيق تطلعاته نحو مستقبل مزدهر، وقالت إن التحديات الحالية التي يمر بها السودان تحتاج إلى إيجاد حلول عاجلة من خلال توافق الجميع على تشكيل حكومة يقودها مدنيون، مشيرة إلى أن تشكيل حكومة مدنية في السودان بمشاركة الجميع من شأنه المساهمة في حل القضايا الاقتصادية والإنسانية الراهنة. أكد نائب والي ولاية غرب دارفور الأستاذ طاهر كرتشوم التزام حكومته بتنفيذ توصيات ملتقى تعزيز التعايش السلمي والمصالحات بين مكونات محلية كرينيك الذي اختتم فعاليته بالجنينة بحضور قيادات حكومة إقليم دارفور، المدير العام لوزارة التربية والتعليم والمدير التنفيذي لمحلية كرينيك وسلطان عموم دار مساليت وقيادات الإدارة الأهلية. وأكد كرشوم جاهزية الحكومة لفرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون ووضع خطة أمنية محكمة للقبض على المتفلتين، داعيا أهالي المدينة بضرورة التعامل بالحكمة والقانون وعدم الالتفات للشائعات، ووجه بتفعيل أقسام الشرطة للاطلاع بدورها كاملا تجاه المجتمع. من جهته أكد المدير التنفيذي لمحلية كرينيك الأستاذ ناصر الزين على استقرار الأوضاع الأمنية بفضل جهود القوات المنتشرة بالمحلية، مناشدا المواطنين بنبذ العنصرية والجهوية والعمل على رتق النسيج الاجتماعي. أكد مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية بولاية نهر النيل أسامة عبدالله الماحي اتجاههم لإنزال مطالب المعتصمين بالوحدة الإدارية العمادية حسب موجهات رئيس المجلس بالمساهمة والتعاون بين الشركة السودانية والحكومة المحلية بإنشاء قسم للشرطة بمواصفات أمان عالية بسوق العبادية تحقيقا لمطالب الأهالي المعتصمين بالولاية، مشيرا إلى تمليكهم المجلس تقارير مفصلة عن الإيرادات والقوانين واللوائح المنظمة
كذلك أكد على التزامهم بالإيفاء بكل ما جاء في النصوص والقوانين المنظمة للأنصبة والحقوق بين المحليات والمجتمعات المحلية والمركز. وأوضح الماحي فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية، فقد نص القرار الرسمي على أن تودع أموال المسؤولية المجتمعية بمحليات الإنتاج عبر آلية معينة للجان المسؤولية المجتمعية بالمجتمعات المحلية التي تم تكوينها من خلال حكومات المحليات. شهدت الأسواق السودانية ارتباكا كبيرا بسبب زيادات فورية في أسعار الكثير من السلع، بعد أن أعلنت شعبة المستوردين عن رفع الحكومة سعر الدولار إلى 545 جنيها بزيادة تبلغ أكثر من 20%. وقال رئيس شعبة التجار في سوق درمان فتح الله حبيب إن الزيادة الأخيرة لقيمة الدولار الجمركي المحدد للاستيراد أثرت بشكل فوري على السلع الاستهلاكية كافة. وأشار حبيب الله إلى أن هنالك حالة من الإحباط بين عموم التجار بسبب فرض هذه الزيادة التي تؤثر في الأسعار، بينما تعاني الأسواق من ركود حاد، مضيفا أن هذه الزيادة ستؤدي إلى شلل تام في الحركة التجارية سواء البيع أو الشراء. واعتبرت هيئة الجمارك في بيان لها أنها ليست مسؤولة عن زيادة سعر الدولار الجمركي، وإنما جاءت في إطار تنفيذ سياسات الدولة الاقتصادية وفقا لمؤشر أسعار بنك السودان المركزي للعملات الأجنبية بغرض تحصيل الرسوم الجمركية. وفي أخبار الولايات، رأس والي سنار العالم إبراهيم النور اجتماع اللجنة العليا لإيواء النازحين من أحداث إقليم النيل الأزرق لولاية سنار، والذي انعقد بولاية سنار، حيث استعرض تقرير تفصيلي ومعلومات حقيقية عن وضع النازحين. وشدد العالم على ضرورة متابعة أوضاع النازحين من كل الجوانب الإيوائية والصحية والمعيشية، مثمنا جهود مواطني ولاية سنار ومشاركتهم لإخوتهم في النيل الأزرق، مؤكدا أن حكومة الولاية تولي اهتماما كبيرا بأمر النازحين، كما أشاد بتدخل المنظمات داعيهم لمزيد من التدخل من جهتها. أكدت فاطمة محمد عبد الحليم مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف بولاية سنار أن الوضع الصحي للنازحين مطمئن، وأن وزارتها بكل الإدارات تتابع الوضع الصحي، وأنه تمت كل التدخلات المطلوبة، مؤكدة أن التقرير والعرض الذي قدم يحوي كل صغيرة وكبيرة عن النازحين بالولاية، وتم تفصيله بالأعمار ليسهل التدخل المطلوب خاصة للأطفال. وقالت إن غرفة الطوارئ الصحية تتابع الوضع لحظة بلحظة، مثمنة جهود شركاء الصحة من منظمات عاملة بالولاية ومنظمات مجتمع مدني. من جانبه أكد اللواء العطاء قائد الفرقة 17 المشاة إن وضع النازحين يحتاج إلى تدخل أكبر، خاصة وأن فترة النازحين قد تطول حسب القراءات، ويحتاجون لمؤسسات تعليمية وصحية ومياه، وتحتاج لمساهمات وتدخل كبيرين، مؤكدا أن اللواء الأول تم بطريقة منظمة. عقدت غرفة طوارئ الخريف والفيضانات بمحلية دنقلة اجتماعا اليوم برئاسة المدير التنفيذي للمحلية رئيس اللجنة الأستاذ حسن عابدين. واطلع الاجتماع من خلال التقرير الذي قدمه المدير التنفيذي لمحلية دنقلة على نتائج ومواجهات اجتماع اللجنة العليا لطوارئ الخريف والفيضانات، والذي انعقد مؤخرا برئاسة والي الولاية الشمالية المكلف الأستاذ الباقر أحمد علي. وأمن الاجتماع على ضرورة تكثيف الجهود وشحذ الهمم ومساهمة شركات التعدين العاملة في المحليات بآلياتها في معالجة مناطق الهشاشة وترميم وتقوية الجسور الواقية. وقرر الاجتماع تشكيل غرفة عمليات لتلقي البلاغات والمتابعة اليومية لأي طارئ قد يحدث. كما اطمأن الاجتماع على استعدادات إدارة الشؤون الصحية بالمحلية لدرء الآثار السالبة عقب الخريف، بجانب التحوطات والتدابير التي وضعت من قبل الجهات الفنية مثل الكهرباء والمياه لمقابلة فصل الخريف. اختتمت بمدينة دوكا بمحلية الجلابات الشرقية فعاليات مخيم العيون المجاني بمحلية الجلابات، والذي استمر لمدة أسبوع واحد، والمنفذ عبر شركة أسمنت عطبرة ومؤسسة أطباء الإنسانية بالتعاون مع ديوان الزكاة بمحلية الجلابات الشرقية،
حيث تم إجراء أكثر من 225 عملية جراحية وتوزيع أكثر من 300 نظارة طبية، فيما بلغ عدد المترددين على المخيم 4200 مريض. تكفلت مؤسسة إسمنت عطبرة بكافة النفقات العلاجية لهم. وأكد فايز فضل المولى ممثل أمين الزكاة بولاية القضاري في اهتمام الديوان بالشرائح الضعيفة المستهدفة خلال المخيم، مؤكدا دعمه اللامحدود للمخيم من أجل الوصول لكافة الفقراء والمساكين وتقديم العلاجات في مواقعهم، مشيرا لخطة الديوان الرامية لدعم العمل الصحي من خلال توطين العلاج بالداخل وتوفير كافة الأجهزة والمعدات الطبية. انطلقت صباح اليوم بقاعة أكاديمية العلوم الصحية بالفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور امتحانات الكفاءة المهنية لعدد 200 من ممارسي المهن الطبية بولاية شمال ووسط غرب جنوب وشرق دارفور، والتي نظمها فرع المجلس القومي للمهن الطبية بالولاية. وأكد الدكتور محمد إدريس آدم دليل المدير العام لوزارة الصحة بالولاية لدى مخاطبته الممتحنين إن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية لممارسي مهنة الطب بشقيه العلاجي والوقائي سيساهم بصورة مباشرة في توطين الخدمات الطبية للمرضى بولايات دارفور الخمس، بجانب أنها تساهم في تركيز وتعزيز الجوانب المهنية والحد من الممارسات العشوائية، علاوة على أنها تساعد الممارسين في ارتقاء درجات السلم الوظيفي والتنافس في الانتداب إلى خارج السودان. ودعا دليل الممتحنين إلى التركيز على أداء الامتحانات بما يحقق لهم الحصول على أفضل النتائج التي تؤهلهم لمواصلة حمل رسالة العمل الطبية الإنسانية. ومن جهته قال محمد عباس حسن رئيس فرع مجلس المهن الطبية والصحية بالولاية إن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية لممارسي مهنة الطب بشقيه العلاجي والوقائي يهدف إلى تمكين الكوادر العاملة في الحقل الطبي والصحي من تطبيق المعايير المهنية. شهد والي غرب كردفان المكلف رئيس مجلس أمناء الزكاة بولاية غرب كردفان الأستاذ خالد محمد أحمد جيلية بأمانة ديوان الزكاة بالفولة توزيع الوثبة الثانية لدعم قوت الفقراء والمساكين والمتأثرين من الصراعات القبلية والكوارث. وأشاد جيلية بالدور المتعاظم لديوان الزكاة تجاه المحتاجين، مؤكدا حاجة الولاية والمجتمع لا سيما الأسر الفقيرة والنازحين لهذه الخدمات الإنسانية. وتقدم والي غرب كردفان بالشكر لأمانة ديوان الزكاة الاتحادية والولائية على الدعم والاهتمام بقضايا المواطن. من جانبه أوضح أمين ديوان الزكاة بالولاية الأستاذ حامد أحمد جبارة أن الوثبة الثانية والتي تحتوي على كميات كبيرة من الذرة ومواد الإيواء تستهدف الفقراء والمساكين والمتأثرين بالصراعات القبلية والكوارث بكافة محليات الولاية بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 263 مليون جنيها، كاشفا عن وثبة ثالثة سيقدمها الديوان خلال الفترة القادمة. أصدر الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق اليوم عددا من قرارات الإعفاء والتعيين بالإقليم، وأصدر قرارا بإعفاء كل من السيد عمر الفكيش الشيمي من منصب المدير العام لوزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية والسيد الشيخ الدود بخوت نائب المدير العام، وقرارا آخر بتعيين كل من السيد عز الدين آدم سليمان مديرا عاما لوزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية والسيدة فتحية محمد نائبا له. وتضمنت قرارات السيد الحاكم قرارا بتعيين السيد عمر الفكيشيمي وزيرا لوزارة الرعاية الاجتماعية بالإقليم. هذا وشملت قرارات السيد الحاكم قرارا بإعفاء السيد الصادق حسن سعد من منصب مفوض العون الإنساني بالإقليم، وتعيين السيد رمضان ياسين حمد مفوضا لمفوضية العون الإنساني بالإقليم. ووجه الجهات المعنية بوضع القرارات موضع التنفيذ. تمكنت إدارة الصحة ورقاوة الأطعمة بتندلتي من ضبط أكثر من 400 جركانة زيت فول خام إنتاج محلي غير مطابق للمواصفات والمقاييس وضبط تلاعب في بيانات البطاقة التعريفية. وفور ورود البلاغ سجلت اللجنة العليا لضبط الجودة وحماية المستهلك بولاية النيل الأبيض برئاسة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس زيارة لموقع الضبطية، وتمت عملية التفتيش وفحص العينات بمختبر فرع المواصفات والمقاييس بالنيل الأبيض.
وتم إصدار شهادة عدم مطابقة للمواصفة. وفي تصريح رسمي قال المهندس مستشار الخاتم إبراهيم مدير فرع المواصفات بنيل الأبيض إن العينة تم تحليلها وفقا للمواصفة القياسية السودانية لزيت الفول الخام، وأن مختبر الفرع أجرى أكثر من 7 اختبارات للعينة، وتم اتباع كافة أساليب ضبط الجودة الإحصائي بالمختبر للتأكد من موثوقية ودقة النتائج. أصدر الدكتور هيثم محمد إبراهيم وزير الصحة الاتحادية المكلف اليوم قرارا بأيلولة مستشفى الصائم لطبي وجراحة العيون بولاية الجزيرة لوزارة الصحة الاتحادية. هذا وسيتم إدراج المستشفى ضمن الخارطة الصحية القومية، وذلك تقديرا للجهود الكبيرة الذي تقوم به تجاه استقبال المرضى من كل ولايات السودان وتجري بها العديد من عمليات العيون الدقيقة والتخصصية. دعا والي ولاية كسلة المكلف الأستاذ خوجلي حمد عبد الله كافة مواطني ولاية كسلة للتنادي من أجل مجابهة فيضان القاش وأخطار الخريف. وقال لدى مخاطبته انطلاقة النفرة التي نظمتها اللجنة العليا لطوارئ الخريف تحت شعار كسلة تناديكم أن أهل كسلة مشهود لهم بالوقفة في مواجهة الأزمات، مبينا أن النفرة قصد منها إشراك كافة فعاليات ولايات كسلة ومؤسساتها المختلفة من أجل التداعي تجاه القاش وفصل الخريف. وقدم الوالي استعراضا حول الأحداث الأمنية التي شهدتها مدينة كسلة خلال الفترة السابقة ونتائج زيارة وزير الداخلية المكلف للولاية، إلى جانب الأضرار الكبيرة التي لحقت بعدد من المحليات والمواطنين في عدد من القرى نتيجة لكسورات القاش والأمطار الغزيرة التي شهدتها بعض المناطق. وقال إنه ومن باب أولى يجب على كل ولاية أن تهتم بأمرها وتشمر سواعدها، ومن ثم مطالبة المركز. رياضيا، غادر وفد اتحاد شرق وسط افريقيا سيكافا المكون من الكيني أوكافشي ويكا المدير التنفيذي لاتحاد سيكافا والبوراندي يوسف موسيس مدير المسابقات بسيكافا العاصمة السودانية الخرطوم بعد أن أنهى زيارة ناجحة للسودان بتكليف من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لبحث جاهزية السودان، والذي تقدم بطلب لتنظيم واستضافة تصفيات زون سيكافا المؤهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية للشباب بمصر في العام 2023. وقد شكر رئيس الاتحاد السوداني وفد سيكافا على زيارته للبلاد وتعاونه مع الاتحاد السوداني في ملف استضافة اتحاد شرق وسط افريقيا. وجدد معتصم جحفر تأكيده بجاهزية السودان لتنظيمها بما يملك من قدرات وإمكانيات. وفد سيكافا أشاد بالتعامل الراقي والتعاون الذي وجده من الاتحاد السوداني وحرصه على تهيئة أجواء مثالية لاستضافة تصفيات زون سيكافا للشباب، وقال بأنه سيقدم تقريره النهائي للكاف وفق الزيارات التي تمت للبنيات التحتية. وكان الوفد قد التقى وزيرة الشباب والرياضة الاتحادية هزار عبد الرسول، وزار عددا من الفنادق وملاعب المباريات على رأسها الخرطوم والهلال والتدريبات، وعلى رأسها ملاعب الجيش والخرطوم الوطني والملاعب الاحتياطية، وعلى رأسها الصحافة والعزة وأركويد. أعلنت رئاسة البحث السودانية بمدينة جونيا تركيا جاهزيتها لاستقبال وفود الألعاب السودانية المشاركة في بطولة التضامن الإسلامي في الفترة من 9 حتى 18 أغسطس الجاري بمناشط رياضية مختلفة. من جانبه طمأن الأستاذ جبير أحمد علي القيادي بوزارة الشباب والرياضة الاتحادية القاعدة الرياضية على اكتمال كافة الترتيبات لاستضافة البعثات السودانية، مؤكدا حجز وترتيب السكن وملاعب التدريبات للمشاركين في المناشط المختلفة. وتابع هنالك جهود مقدرة واتصالات من المسؤولين في لجنة التنظيم قام بها وفد المقدمة لتهيئة الأجواء والمشاركة بشكل مميز وتنافس حقيقي للحصول على نتائج إيجابية تعكس اهتمام ورغبة الدولة في تطوير الرياضة رغم التحديات المعلومة التي تواجهها بالبلاد. يذكر أن بحثة ألعاب القوى قد تشارك في عدد من المنافسات داخل المضمار، ستصل ظهر الجمعة إلى القرية الأولمبية قبل أن تتوالى بحثات المناشط الأخرى.
ووصلت عدد من باحثات الدول العربية والإسلامية المشاركة في البطولة على دفعات لمقر الباحثات بالقرية الأولمبية من بينها السعودية، قطر، إيران، المالديف والإمارات. على صعيد متصل، من المنتظر أن تغادر في الساعات الأولى من فجر يوم الجمعة عبر الخطوط التركية باحثة ألعاب القوى متجهة إلى تركيا، وذلك للمشاركة في بطولة التضامن الإسلامي، حيث تنطلق منافسات ألعاب القوى في الفترة من 8 وحتى 13 من أغسطس الحالي، وتحمل مشاركة أم الألعاب الآمال والتطلعات في الحصول على الميداليات الملونة في هذه التظاهرة الرياضية الكبرى، وتضم البحث لاعبين مميزين في السباقات المختلفة، وهم عاصم الصادق بشير وراشد خليفتية، واللاعبة آمنة بخيت برشم، واللاعبة هبة محمد آدم سعيد، واللاعب صدام سليمان كومي. وفي إطار سعي الاتحاد السوداني لكرة القدم ولجنة المنتخبات الوطنية لرفع الحس الوطني وجذب الجماهير ونجوم المجتمع لتشجيع المنتخبات الوطنية وانطلاقا من الدوري الحيوي والاستراتيجي للجماهير في كرة القدم عموما وفي المنتخبات الوطنية، وبحضور وتشريف رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم الدكتور محتصم جحفر وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المنتخبات الوطنية، عقدت لجنة المنتخبات بالاتحاد اجتماعا معلنا للتعبئة والحشد الجماهيري لتأسيس الرابطة القومية لتشجيع المنتخبات الوطنية بقاعة محمد الشيخ مدني للمؤتمرات بالمقر الرئيسي للاتحاد بالخرطوم. وقدمت لجنة التعبئة والحشد الجماهيري تصورها لتكوين الرابطة القومية لتشجيع المنتخبات الوطنية، والتي تضم في تكوينها كافة روابط المشجعين في السودان، والهدف منها تشجيع المنتخبات الوطنية في المدرجات وتنظيم التشجيع بالاستفادة من كل ألوان الطيف الرياضي، وذلك لأهمية التشجيع بالنسبة للاعبي المنتخبات الوطنية. عالميا، قررت إدارة نادي برشلونة اتخاذ إجراءات صارمة في حق الثنائي صامويل مبتيتي ومارتن برايث وايت بسبب عدم تجاوبهما مع مطالب النادي. وكانت إدارة الفريق أبلغت اللاعبين بنهاية مشوارهما مع الفريق وضرورة البحث عن فرق جديدة قبل نهاية موسم الانتقالات الحالي، وهو المطلب الذي لم يستجب له الثنائي، لتضطر إدارة النادي إلى سحب الرقم وعدم منحهما مكانا في قائمة الفريق للموسم المقبل حسبما أكدت وسائل إعلام محلية. وإضافة إلى حرمانهما من التدرب مع الفريق الأول، وأضافت التقارير أن اللاعبين رفضا تخفيض مخصصاتهم المالية مشددين على ضرورة تسديد كامل المستحقات، وهو ما سيضطر برشلونة لتنفيذه مقابل فسخ العقد في اليوم الأخير من موسم الانتقالات. أخيرا، وضع ليفربول اللمسات الأخيرة على استعداداته للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويؤدي لاعبو الفريق التدريبات بروح معنوية عالية بعد الحصول على أول ألقاب الموسم عقب فوز درع المجتمع للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. ولا يزال المدرب يورغن كلوب يحاول الوصول إلى تشكيلة رئيسية يبدأ بها الموسم، خاصة بعد رحيل المهاجم السنغالي ساديو ماني، وتعددت الخيارات البديلة في خط الهجوم. ومن المنتظر أن يبدأ ليفربول مشواره في البريمير ليج برحلة إلى لندن لمقابلة الوافد الجديد فولام يوم السبت المقبل. وإلى هنا نكون قد وصلنا بكم إلى ختام الحصاد الإخباري الأخير من قناة البلد. نعود لنذكر بعناوينه. حميتي يصل إلى الجنينة عائدا من تشاد، والكر يلتقي رئيس حزب الأمة القومية، برشلونة يتخذ إجراءات صارمة في حق الثنائي صامويل مبتيتي ومارتن برايث وايت.